سوق مجنون، هكذا أضحت توصف سوق السيارات في الجزائر، لا بيع ولا شراء، والأسعار هكذا كانت اليوم. أثمان خيالية لسيارات قديمة بأضعاف قيمتها حتى عندما كانت جديدة. أما السيارات بترقيم 2021 أو العلامات الفاخرة فهي بعيدة المنال، وإن بيعت قد تشكل ثروة لصاحبها. ما رؤتي لحقتنا في نهار الجمعة اللي فات في سوق الصيف، لحقت إلى 103 ملايين. الشام بولت لحق 400 مليون تقريب. يودي شي يعني شي ما نقدرش يعجز اللسان على الكلام. يعني كيف هذا الشيء غير معقول؟ شيء غير معقول. يعني راهي أسعار خيالية، 260 300 مليون ما تجيب لك والو، تجيب لك سيارة قديمة. السيارة النفعية هي الأخرى صارت شبه مفقودة. في اللحمة يلقى الشاحنة، اللي عنده ملبنة يحب يخرج يجيب الحليب، يلم الحليب في الجبل عند القرى اللي عندهم البقر وكذا، باش يجيب الملبنة تاعو ما يقدرش يلقى شاحنة ويركب لها خزان باش يلم الحليب. ما كان. السماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات هي الحل، يقول المختصون. لابد بسرعة الدولة تسمح الناس تستورد السيارات ناقص السنين. كما يقول لك هي الوسيلة الوحيدة اللي تخلي السوق يتنفس. وسط تأخر رفع التجميد عن استيراد السيارات دون 3 سنوات، وفي انتظار دراسة ملفات الشركات الكبرى لصناعة المركبات، تبقى سوق السيارات في الجزائر حبيسة المضاربة، وحصول المواطن البسيط على سيارة ولو مستعملة حلما مع وقف التنفيذ إلى أجل غير مسمى.